اهلا وسهلا بكم من جديد، تحيه لكم متابعينا وين ما كنتوا، وتحيه لكل اللي انضم لمتابعتنا فيما تبقى من مساحه لظلال الاصيل لهذا اليوم. احنا بنحييكم وبنرحب بكم، والمساحه الاخيره زي ما تعودتوا من خلال حلقه هذا اليوم حتكون ان شاء الله عن الطرب وعن الفن السوداني الاصيل. نحن بنسعد جدا انه يكون موجود معنا الفنان قريب الله الامين النعيم. اهلا بكم، مساء الخير. قريب الله أمين النعيم. الأمين النعيم. مرحب بك يا قريب الله. الله يديك العافية، مرحب بك ومرحب بقناة الشروق، مرحب بالاستضافة العاملة يعني إن شاء الله. قريب الله دايما بيقولوا زعمل الحي اللي بيطرب ده هو في السودان يعني عموما. نعم. لكن نعم. أنت كنت زعمل حي بر السودان في القاهرة. نعم. البدايات. نعم. أنا في الحقيقة بديت يعني 2005 في برنامج نجوم الغد 2005 مع الأستاذ بابجر صديق. نعم. فبعد ذاك يعني ما كانت في القاهرة، كانت هنا ومشيت هناك. كانت بداية، لكن ما يعني ما كان استمريت كثير يعني، منها سافرت القاهرة وأكملت مسيرتي الفنية في القاهرة. يعني تجربة نجوم الغد تجربة يعني مميزة بالنسبة لك، ويمكن هي ادتك المساحة لأنه أنت تنطلق بعد كده. نعم. ببراحات أكثر. شنو الحاجة اللي أضافت لك؟ والله طبعا يعني كجمهور وك يعني كانت يعني في الوقت في الوقت ده كانت حاجة يعني إضافية بتضيف لكل فنان يعني. بضيف لك نجومية وبضيف لك يعني كانت حاجة كده جميلة صراحة يعني، ضافت لكل زول شارك في هذا البرنامج يعني. أنا بحيي من هنا العاملين على هذا البرنامج يعني. نحن قبل ما نمشي للقاهرة والمحطات الكثيرة الموجودة فيها وباقي التفاصيل عنك، رأيك شنو تسمعنا أول لحن؟ جدا إن شاء الله نسمع أسمع أغنية غرام الروح. غرام الروح الراحل المقيم زيد الإبراهيم يعني. لك التحية، نسمع، تفضلوا. بيجيت زاد
بحبك عمري ما تذكرت ما جا في حرام يا غالي أنا طول عمري ما حنيت حرام يا غالي أنا طول عمري ما حنيت خلافك ريدا قبل الغانا ما حسيت بطعم الدنيا من تبين بقيت بقيت ضال بقيت بقيت ضال بقيت ضال بقيت ضال نسيت الناس نسيت الناس نسيت بحسك جوا في أعماق نور كلمات بحبك 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 تنور بنوم زي شمعات لا لا بحبك 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 وكيف ولما داير قلبي انسى المال لا بحبك 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 يعيش ليل في يومي لو عوم أسوم أهات بحبك 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 بقيت بقيت ظالم بقيت بقيت ظالم نسيت الناس نسيت الناس يا سلام شكرا لك وشكرا للفرقة شكرا. الموسيقية كمان احنا بنحييهم واللي حيكون معنا لسه في مساحات جاية قريب الله من نجم للغد في 2005 لاستوديو النجوم نعم. في 2010 مع نعم. المرحوم صلاح طه نعم. كانت تجربة مميزة نعم تكلمنا عن التجربة طيب اترحم على الروح الأستاذ الكبير يعني صلاح طه و
بحيي برضو غناة السودان وغناة هلم درمان الذين أضافوا لنا كثير يعني في مسيرتنا الفنية وكده. أنا سجلت 2010 على برنامج صلاح طه بس النجوم كان منافسة قوية جدا صراحة، فكنا منافسين يعني بحاجتنا وبإرادتنا وكده لحد ما وصلنا يعني سجلت 3 حلقات في السودان القومي برنامج سيد النجوم. بعد ذاك أنا قمت سافرت القاهرة يعني ما قعدت كثير بعد البرنامج، فانطلقت في مسيرتي الفنية هناك. يعني أكثر حاجة كنت بشتغل حفلات يعني على رأس أفراح كده برضو يعني أندادك منو كانوا في الفترة دي في استوديو النجوم تحديدا الفنانين اللي كانوا معاك اللي كان في الله بينكم منافسة؟ أنا بحيي يعني زميلي الفنان إسلام كهريكا يعني من هنا وصل له التحية، وفضل أيوب برضو ربنا يكتب الخير أنا من هنا بحييه، والفنان فيهم عبد الله دي كانوا دفعتي يعني دي 2005 لهم التحية. نعم احنا بنحييهم، وممكن برضو يعني الفنان ممكن يتأثر بفنان زي ما كانوا ديل أندادك في فترة ما، بالتأكيد يعني في خلال مسيرتك يا قريب الله اتأثرت بواحد من الفنانين وكان عنده عميق أثر في دواخلك بحيث أنه ممكن يكون أثر فيك، بحبيت غناه اتأثرت به وقدرت أنه يعني خلينا نقوله يجذبك لسوح إبراهيم عوض. نعم أكيد طبعا. الرحمة والمغفرة للفنان الكبير الفنان الزري ابراهيم عوض، وانا من هنا بحيي اسرته الكريمه. يعني ابراهيم عوض بالنسبه لي انا اول فنان انا اسمع له، يعني اول فنان اغني اغانيه صراحه. يعني انا بذكر يعني اول اغنيه غنيتها في حياتي للفنان ابراهيم عوض اللي هي بتسال عني ثاني، يعني الوقت ده قبل يوم الغزه يعني 2003 2004. محبتك لو كانت ناجعه يعني انه كنت بتسمع له ولا في زول حببك فيه؟ لا انا كنت بسمع له طبعا، والد برضه رحمه الله عليه والدي كان بحب ابراهيم عوض جدا، يعني حتى الاشرطه كلها بتاعته كانت لقيته في البيت مما قمت فكنت يعني بسمع كثير للفنان الزري رحمه الله عليه ابراهيم عوض، وصراحه حبيت غناه يعني. طيب حسنا تسمينا يا قريب الله ان شاء الله. طيب نسمع شنو تاني؟ نسمع القمر بوبا الراحل المغيم محمد وردي. طيب نسمع صغيرة شفت العراق يا قمر 10,000 سما الصغيرة شفت العراق يا قمر 10,000 سما شغل روحي وقلبي معاك انا وين من لقيتك لا من اباك القمر بوبا عليك دقيق بوبا عليك دقيق القمر بوبا عليك دقيق العيون مثل الفناجين السنو فراقي نشيد ما بتحيش ايش التناجر ما بتشيد جردني على الزهير الزرق فوق تقول حريق شدكي شبال يا مضمير خليك نوب الصبيان تطير انت ريحتك يا مور في غير ولا انت السوداء نصيب القمر بوبا Thank you.
غيرونا الماء كبير، الرقبة قزازة عصير، العيون مثل الفناجين، السنوف الراقد يشيل، ما بتحيش قشة تناجر، ما بتشيل جردل على الزهير، الزراب فوق تقول حرير، شتتي شبال يا ضمير، خلي قلوب الصبيان تطير، انتي ريحتك نمور بغير ولا بدنا السوداء نصير، القمر بوبا وفتر وين المرضان مكدر، جابوا لي حديث خير وشر، قالوا لي مرضك قدر وسببك مش الاخر خدر، القمر بوبا عليك دقيق، بوبا عليك دقيق، القمر بوبا عليك تقيل، القمر بوبا عليك تقيل.
متسلمة تبعد الشر من حلتها جنين الأمة والقتل في جبل عرفات وضعتها تسلم البطن أجابتها في جرباية حبوبتها الدمير في صفيتها الصفار سابق قدرتها معزورة أمها كان دستها وهلك الناس شافتها معزبان نود حلتها القمر بوبا عليك دليل بوبا عليك دليل القمر بوبا عليك دليل طوالي بتوديني يا قريب الله لانك من الفنانين القلائل اللي غنوا غنى نوبي يعني نعم. ودي حاجه صعبه نعم. الغنى النوبي تحديدا يعني من الصعوبه بمكان انه فنان يغني وكمان حفلات نعم. نعم نعم والله هو الغنى النوبي يعني هو الإلغاء بس يعني يعني طبعا النوبيين الإلغاء ده بسموه مكسوم او تيمبو يعني لكن غنيت اغاني كثيره يعني نوبيه أو أغاني بنفس الإيقاع ده يعني عشان بلدي أو كده فصراحة أنا يعني في القاهرة عديت فترة طويلة جدا وبعدين يعني جد استمتعت مع أخواننا النوبيين يعني في حفلاتهم وحاجاتهم كده يعني. كانت فترة ممتعة يعني رحلة لثمانية سنوات هي ما حاجة بسيطة رحلة طويلة نعم. وتجربة ثرة يعني ممكن أقول إنه هي أضافت لك وخلتك أنت ذاتك تنتج عمل خاص نعم. هل من أعمال خاصة لقريب الله؟ موجود أعمال خاصة طيب. الحمد لله رب العالمين يعني أمتلك 10 أعمال خاصة ما شاء الله ما كثيرة لكن يعني كبداية كده نعم هي كبداية طبعا حاجة نعم. كويسة جدا نعم. إنه يكون نعم. في 10 نعم. أعمال خاصة نعم. إن شاء الله بنتمناها زايدة إن شاء الله وبنتمنى إنه يكون في ألبومات قادمة بإذن الله ويمكن قريب الله إحنا وصلنا معك لختام المساحة دي لكن عاوز أديك مساحة أخيرة ماشي الحابة إنك أنت تقول فيها ما تقول تفضل نعم ممكن يعني أحيي ولا قول اللي أنت عايزه المساحة دي حقتك أنت تغني فيها تحيي فيها تعمل فيها اللي أنت دايره تفضل يعني تقول لنا حاجة اللي أنت عايز تقولها تفضل ممكن نغني؟ إحنا الغنى في مساحة يعني نشوف المخرج عندنا مساحة نغني غنية هو بقول لي الزمن من قبل إنه الزمن انتهى طيب نحن لا ما أعتقد إنه في زمن لغنية لكن ممكن تدينا مساحة أخيرة بإنك تقول تحية لكل الناس اللي كانت حاضرة معك في خلال مسيرتك أنا بحيي الأستاذ الجميل الأستاذ الحسين على آلة الساكسفون والأستاذ الجميل أخوي الجميل يعني جالي على آلة الكيبورد أورج الأستاذ الجميل مامون على آلة الكمان موسيقار الجميل يعني لهم التحية وحيي كل الزملاء والإخوة والعازفين والمطربين والشعراء والملحنين قريب الله نحن كمان بنحييك ونسبة لضيق الزمن يعني إن شاء الله موعودين معك الله. بمساحات قادمة ونحاول نسجل واحدة أو اثنين أو ربما ألبوم من خلال أعمالك الخاصة بإذن الله شكرا لك كثير أنا سعيد جدا بوجودي معكم يعني لأول مرة قناة الشروق
ان شاء الله نطلع عليكم باعمالنا الجديده الخاصه ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا لك. وكان هذا هو مشروع لفنان، يعني انا ما عارفه في حوار داير من خلال الكنترول انه يعني في زمن لانه نعمل اغنيه. والله انا استميحكم عذرا لانه احنا يعني نمنح قريب الله ولو يعني اغنيه سريعه كده يا قريب الله ممكن نختم بها. طيب ممكن، طيب جميل، نحن ممكن ناخذ اغنيه ختام وخلونا نودع مشاهدينا ومتابعينا وين ما كانوا من خلال حلقه ظلال الاصيل لهذا اليوم. ان شاء الله بنتمناكم تكونوا استمتعتوا من خلال الحلقه دي، وانا عشان ما ضيق الزمن هخلي المساحه الاخيره للوتر هو اللي يعزف فيها من خلال هذه النهايات. في امان الله.
وحياة الأماني وحياة أهلي بيكا لسه ما زال حناني لسه ما زال حناني ديما بحني ليكا وحياة الأماني وحياة الأماني وحياة أهلي تكون بعيدة بلقي الدنيا فرحة الأيام سعيدة تتحقق أماني مهما تكون بعيدة شوف كيف طلعت سارة آلامنا وبكارة شوف كيف طلعت سارة آلامنا وبكارة أمر أيام فراقنا أمر أيام فراقنا دابا مشيت دابك مشيت دابك بلقى الدنيا فرحة لو ما جيك تايب بلقى الدنيا فرحة